علشان المسلمين يروحوا ويهنوا المسيحيين بمولد سيدنا المسيح في كنائسهم على شأن بيوت الله التي يذكر فيها اسمه كثيرا، والتي أول ما أذن للمسلمين بالقتال أذن لهم بالقتال ليدافعوا عن صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذه الصوامع والبيع والصلوات أماكن عبادة الله لغير المسلمين. ولد الحب يوم مولد عيسى، هكذا قال الشاعر أحمد شوقي. على شأن الربانيين والأحبار الذين ينهون أهل الكتاب عن قولهم الزور وأكلهم السحت، على شأنهم في القرآن الكريم، لذلك يذهب المسلمين للكنائس يهنئون المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح. على شأن نصارى نجران حينما لم يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالصلاة وقت صلاة العصر، وسمح لنصارى نجران أن يقيموا صلاتهم في نفس الوقت أولا في الحرم المدني الشريف إكراما لضيفه وإعزازا لنصارى نجران. على شأن المسلمين عندما علموا أن الله هو مالك يوم الدين، وأن الناس يدينون للناس بما يدين به الناس للناس، إذا كانت هناك اتفاقية دفاع مشترك فالدفاع واجب على الاثنين، وهذا ما يدين به غير المسلمين للمسلمين. أما ما يدينون به لله وصلاتهم لله، فالمسلمين لا يشركون نفسهم مع الله ولا يدين الناس للناس بدينهم لله. صفوة الصفوة، نخالة النخالة، اصطفى وطهر واصطفى مريم على نساء العالمين لتحمل كلمة الله ورسوله سيدنا المسيح. على شأن السيدة مريم وعلى شأن السيد المسيح حينما ذكرهم الله في القرآن الكريم واصطفاهم دون الناس على حمل رسالته وعلى عدم محاسبة الناس وعدم الظن السوء بالناس وعدم الظن السوء بالأطهار مثل السيدة مريم. على شأن الذين حفرت لهم الأخاديد وحرقوا في النار لأنهم آمنوا بالله مالك يوم الدين الواحد الديان. على شأن من وحد الله الواحد وقال أنه محبة، ووجب علينا تهنئته بميلاد سيدنا المسيح أيا كان هذا التاريخ.